السلام عليكم متابعي قناه كوثر ومريم مرحبا بكم في فيديو الاناقه كما كتشوفوا هذا لا فيديو ان شاء الله غادي نتكلموا على الخياطه والفصالة بواحد الجوده اللي هي رائعه بزاف وصنعه ديال البلاد ما ليكم عليها كما كتعرفوا غادي نقترح عليكم واحد واحد الخياط اللي هو تيخيط هاد الموديلات ديال الهبال بأتمينة زوينة وجودة عالية كما قلت لكم يعني كاين الطرز كاين كاين التنبات كاين رباطي كاين الصنعة ديال ليد وكاين حتى البرشمان آه في صالة وخياطة آه بالنسبة للمحل كيتواجد في سيدي مومن الجديد آه كازا بلانكا ونمرة التليفون راه غادي تلقاوها في اول فيديو ان شاء الله وعدنا هاد الجلابه هادي حتى هي هي والملبس ديالها مطروزه بهذا الشكل هذا تيجي الصدر كمحلول. محلول كتجي رائعه بالنسبه للحضور او حتى العريسات وكاين هاد الجلابه بهاد الصنعه حتى هي كتجي رائعه ما نقولش لكم البنات على الفصاله واعر بزاف بزاف أه مع قفطار رباح يعني اي موديل كتجيبيه لي او كيعطيك هو كيصايب لك زوين يعني غير بغيتي شي موديل جديد كتجيبيه معك هو لك لك على الفورمه ديالك كاين هذا القفطان اللي فيه الطرز الرباطي والسفيفه والعقيدات وجاب هاد اللوينات هو اعطى واحد الشكل اللي هو زوين وكان هاد الجلابة ديال الكريب شوفوا الخدمة كيفاش كتجي تقونا هذه هادي كريب في الخضيضر يعني لونها فيها وكاينه حتى هذا الكريب ري بالنوار هادي فيها السفيفه والدبانه كتجي هادي محيط قال البنات وهاد الموديلات هادو ديال العقيق كيجيو هكا مويين وشكيلات غزالين وحتى الرانده البنات هي كديرة كاين هادي بالرانده ديال الحصيره وحتى نبات ديال العقيق وهذا الموديل تا هو ديال البرشمان ديجا معروف هذا الموديل هذا ما دائما كيبقى في القمه ديالو وعندنا هاد الحجر هذا بهذا الشكل ديال الطوسة يعني موديل كينسيك في موديل وكيبقى دائما الموديل على حساب الكليون وشنو تيعزل كاين هاد القفطان هذا بالنوار والطرز الرباطي باللوينات وحتى العقيدات تاهما باللوان الناس اللي بغاو يتواصلوا معاه غادي نخلي لكم النمره ديال التليفون ديالو في صندوق الوصف وحتى في العلوان ديال الفيديو وما تبخلوش بلي لايك ولي باش لا فيديو يتعمم على الجميع وكاينه هاد جلابه هي البنات كما كتشوفوا في هاد الطرز هذا هذا راه السومو وفيه قفطان ديالها بالنوار وكاين هذا الموديل هذا حتى هو شوفوا كيفاش مشبكه الخياطه ديالو كتجي زوينه وهذا ديال التنبات بالغوزان ديالو كاينه جلابه النواغ بالصم هي كتجي حضاريه وزوينه اوكي عندنا هاد اللون هذا حتى هو بالبيض بالنسبه للناس هاد هاد جليل راه ديال يعني ماشي للبيع هادو ديال الكليان وشوفي انت واشنو بغيتي ديك الساعه غادي لا بغيتي وحده طالعه راه لك بغيتي انت تجيبي الثوب على ذوقك راه هو غيفصلو لك ويخيطو كاين هاد لاموطارد هدا بهاد الطرز تا هو كيما كتشوفو كتجي طرزة في الصدر أو طرزة طرز طرز لتحت في الرجل وعقيدات باللوان أو كيبقاو عرضيين بنفس اللون ديال الثوب هادو ملي كيتلبسوا راه تتبان حاجه اخرى ملي تلبس هاد الموديلات كيبانو واحد الشكل اخر مهم كتشوفو ان الفصاله راه طيحه كاين هاد الغوزان ديال بالطرز نوار شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها والكمام حتى هما كيجيو مشبكين على هاد الشكل شوفوا الطرز كيفاش متقون وزوين وهذه مليفه كاشمير حتى هي كتجي غزاله بهذا الشكل هذا والكريب دائما كيكون يكون حاضر شوفوا الكمام كيفاش متقونين والخدمه والصنعه الصنعه الصنعه كتبقى ما كتموتش ديال الجلابه يعني كتبقى مفينيه واخا كتلبسيها وتصبنيها كتبقى الجلابه مفينيه كما تشاهدون فيتنات وهذا الكريب توري بالكحل هذه فيها سفيفه ودبانه كيجي كتجي كي هذا الموديل غزال هذا كيجيو فتيحات في الجناب وكان هذه والملبس ديالها دي, ديال دي زوينه للحضور شوفوا كيفاش مخدومه هكا مناسبات خفاف شوفوا في الصنعه فيها الدبانه وفيها الدولار وحتى السفيفه كاين هاد التكشيطه شوفوا كيفاش دايره الصنعه ديالها قد ما كانت الصنعه سامبل قد ما كتبان بياسه زوينه وفتيحات في الجناب كنتمنى يعجبكم لا فيديو ما تبخلوش بلي لايك كومونتير او بارطاج وان شاء الله فيديو جديد غادي نشارك معكم موديلات اخرين افصالة اخرى بالنسبه للفصاله كاينه عنده الفصاله الرومية وحتى البلدية يعني على حسب الأذواق كتختلف كاينة في صالة مخزنية كاينة إيفازي كل واحد وفاش يرتاح جليل بات غزالين الصراحه كنتمنى يعجبكم الفيديو ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم كما كنشوفوا ويكون عجبكم هاد الموديلات اللي شاركت معكم ما تبخلوش لي لايك الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله